برحب بحضراتكم في هذه التغطية الإخبارية والمستمرة على شاشة إكسترا نيوز لكل مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. برحب بزميلتي آية لطفي. أهلا آية. أهلا خلود وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. وبداية التغطية، حيث وصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى كييف لعقد مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ونشر ميشيل تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها أنه وصل العاصمة كييف التي وصفها بقلب أوروبا الحرة والديمقراطية. بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية زيادة المساعدة الأمنية لأوكرانيا ومسألة الإعمار بعد العملية العسكرية الروسية. وأعلن زيلينسكي أنه أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم الاستبيان المكتمل لعضوية الاتحاد الأوروبي. قالت الخارجية الروسية أن موسكو فقدت الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض، واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه غير مستقل وينفذ أوامر الولايات المتحدة. في شأن آخر، قالت زاخاروفا أن روسيا حذرت فنلندا والسويد من عواقب الانضمام إلى حلف الناتو. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتواصل الاتفاق. وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التي سبق أن وافق عليها، مؤكدا أن ذلك بالنسبة لفعالية المفاوضات وجدواها له عواقب وخيمة. وأضاف بيسكوف أن ديناميكية العمل في الجانب الأوكراني تسير بشكل سيء، وأن الأوكرانيين لا يظهرون رغبة كبيرة لتكثيف عملية المفاوضات. هذا وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة التطورات الإنسانية في أوكرانيا، وأكد ممثل روسيا بالجلسة أن دول الغرب تسعى للابتزاز الاقتصادي والتهديد بالعقوبات الاقتصادية ضد روسيا. نحن نفهم أنه عندما يتم الإعجاب بأوكرانيا ننسى موقع حراس السلام الذي يواصل الإفصاح عن هوية والبيانات الشخصية الأوكرانيين الذين لا يحبهم والأجانب الذين لا يؤيدون النظام الأوكراني، ومن جملة هؤلاء قُصر. لا يتحدث عن ذلك أي من زملائنا الغربيين. سيدتي، عندما ترسمون صورة السلام فإنكم تسعون لتصوير أوكرانيا على أنها الحمل الوديع، ولكن هذا يتعرض تماما للحرب الشعواء التي تشنها أوكرانيا ضد سكان شرق البلاد وعرقلة اتفاقات مينسك. تسعون لتناسي ذلك وتسعون لإرغام الآخرين على أن يحذوا حذوكم من خلال الابتزاز الاقتصادي والتخويف بالجزاءات. تسعون أيضا لتصوير ما جرى في 24 من فبراير على أنه عدوان روسي غير مسبوق وبلا سبب وحرب اختيرت، كما لو أن العالم لم يشهد أي شيء أسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. بدوره أكد مندوب أوكرانيا أن الهجمات الصاروخية الروسية لا تعرف الحدود، وأضاف أن الجنود الروس ارتكبوا فظاعات في مدينة بوتشا. تركت عائلته شرق أوكرانيا في محاولة إنقاذ طفلها من القصف الروسي، وللأسف فإن الهجمات الصاروخية الروسية ضد الأوكرانيين لا تعرف الحدود، ووجدت عائلة ميرون نفسها تحت القصف الروسي في الطرف الآخر من أوكرانيا بالقرب من مركز لسيارات الأجرة استهدفتها الصواريخ الروسية. ولحسن الحظ نجا ميرون من القصف على غرار 7 أشخاص آخرين قتلوا في القصف في لفيف، على خلاف 3 أشخاص قتلتهم الصواريخ الروسية في مدينته في موطنه مسقط رأس خاركيف اليوم فحسب، على خلاف الكثيرين من الأوكرانيين الآخرين الذين تقتلهم روسيا الآن. ومن ثم يمكننا أن نسأل ممثل بوتين كيف يمكن لمحاولة اغتيال طفل يبلغ من العمر 3 أعوام بالقرب من مركز لسيارات الأجرة أن يحمي الدونباس من النازيين الجدد؟ لن أفعل ذلك، لأن هذا سيكون مضيعة للوقت أن نستمع لكذبة أخرى من الممثل الروسي.
لكي يعلل ويبرر ما لا يمكن تبريره. لنترك أفعالهم تتحدث بالنيابة عنهم وما أشنعها. بالأمس أيضا منح بوتين سرية المشاة المتحرك 64 في الجيش الروسي اللقب التشريفي المسمى سرية الحرس، فيما أسماه بوتين بطولة وشجاعة وثبات جنودها. أريد أن أذكر أن هذه السرية كان يفترض بها أن تستولي على كييف وفقا للخطة الروسية الأولية، وفشلت في ذلك وانتشرت في مدينة بوتشا طوال شهر مارس كاملا. تحول هذا الشهر لفترة ترويع للمدنيين في المدينة المحتلة. إن جنود هذه السرية، ولقد جرى تحديد هوية الكثيرين منهم، هم المسؤولون عن الفظاعات واسعة النطاق في بوتشا. من جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أن بلادها توفر الدعم لمئة ألف لاجئ أوكراني ولكل من فر من أوكرانيا، داعية إلى بذل قصارى الجهد لدعم اللاجئين الأوكرانيين من جميع البلاد. ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بما يصل إلى 100 ألف أوكراني، ونوفر الدعم لكل من هرب من أوكرانيا، ونبذل قصارى الجهد لدعم اللاجئين الأوكرانيين، ولكن جميعنا يجب أن نقدم الدعم والحماية والكرامة لكل البلدان من الدول الثالثة التي تهرب من أوكرانيا. كما ذكرت آنفا، اللاجئون لاجئون بغض النظر عن خلفيتهم أو عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم، بغض النظر عن العمر وقدراتهم و موطنهم، بغض النظر عن توجههم الجنسي أو هويتهم أو عقيدتهم. اللاجئون ما هم إلا لاجئون، وإعلاء حقوق الإنسان لمن هم في حاجة لذلك يمثل مصدر قلق، وأنا أتشرف بأن حكومة بلدي أسهمت في تلك الجهود. دعا مندوب الصين بمجلس الأمن أطراف النزاع في أوكرانيا إلى ضبط النفس لحماية المدنيين والمنشآت المدنية وتيسير عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية. النزاع تأتى بحالة إنسانية مروعة بتبعات كارثية، ويساورنا بالغ القلق إذا ذلك. وأتقدم هنا بملاحظات أربعة. أولا، يجب بذل قصارى الجهد للحد من الضرر الذي يتحمله المدنيون بسبب النزاع، وتدعو الصين جميع أطراف النزاع إلى ممارسة أقصى مستويات ضبط النفس مع الالتزام بالقانون الإنساني ذوي حماية المدنيين والمنشآت المدنية وتيسير عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية وعملياتها. على الأطراف المعنية أن تعضد التواصل حول القضايا الإنسانية والتنسيق والتعاون حول المسائل التي تعزز من فتح الممرات الإنسانية وتنظيم الإجلاء الآمن للموظفين. تؤيد الصين الأمين العام غوتيريش وغريفيث في المسار الإنساني والاتفاق على الترتيبات ذات الصلة. النقطة الثانية هي قضية اللاجئين التي يجب أن يتطرق إليها بشكل ملائم. فبلدان الجوار لأوكرانيا تقدم ملاذا آمن ومساعدة إنسانية للملايين من اللاجئين، وتثمن الصين ذلك. مواصلة النزاع سيتمخض عنه أعداد كبرى من اللاجئين وتحديات اقتصادية واجتماعية لبلدان المضيفة. وينبغي على المجتمع الدولي أن يعزز التنسيق ويوفر دعم أكبر للاجئين وبلدان المستقبلة لمشاطرة المسؤولية. ومن جانبه، أكد مندوب فرنسا في مجلس الأمن أن بلاده تقوم بكافة الجهود لدعم اللاجئين الأوكرانيين واستقبالهم دون تمييز، مشيرا إلى أن استمرار العملية العسكرية الروسية سيؤدي إلى تشريد المزيد من السكان. الدعم للاجئين واستقبالهم من دون أي تمييز أو تهميش، إنما يزيد على ربع سكان أوكرانيا اضطر للفرار، وإن قرابة 5 ملايين شخص اضطروا للاحتماء في بلدان الجوار، وإن تواصل العدوان الروسي سيظل يلقي بظلاله ويؤدي لتشريد السكان.
تحيي فرنسا ما أبداه الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ودول أوروبية أخرى كمولدوفا من تضامن. إن تنفيذ التعليم الأوروبي لتوفير الحماية المؤقتة سمح بتقديم مساعدة عاجلة للفارين من الحرب، ويستفيد اللاجئون من ثم داخل الاتحاد الأوروبي للتعليم وللعناية الصحية ولسوق العمل. كما نحيي عمل منظمة الهجرة الدولية لما تقدمه من دعم ولتنظيمها دورها لعودة مواطني الدول الثالثة لا سيما الدول الأفريقية. يتعين تكثيف الجهود في هذا المضمار، كما يتعين علينا مضاعفة جهودنا للتصدي للاتجار بالبشر. إن 90% من المشردين هم من النساء والأطفال، آلاف منهم مستضعفون وبلا مرافق. السيد الرئيس، يقتل الجيش الروسي مدنيين منذ قرابة شهرين بما في ذلك أطفال وعاملون إنسانيون وطبيون وصحفيون. لقد تدمر المدارس والبنى التحتية المائية. فقد 1.4 مليون نسمة وصولهم للمياه في شرق أوكرانيا، كما تستهدف المستشفيات. ولقد أكدت منظمة الصحة العالمية وقوع 136 هجوما ضد البنى التحتية الطبية. وأذكر أن قتل وتشويه الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات واحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في وقت الحرب، ولن تظل هذه الجرائم بلا عقاب. من جانبه، أكد مندوب الإمارات بجلسة مجلس الأمن أنه يجب معالجة الآثار العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، لا سيما ارتفاع أسعار الغذاء، إضافة إلى توفير جميع المساعدات للشعب الأوكراني. اللواتي يمكنهن توفير المعلومات لإيصال المساعدة الإنسانية وللخدمات وجهود البرمجة المطلوبة مع وضع احتياجاتهن في الصميم. رابعا، يجب أن نعالج الآثار العالمية للنزاع في أوكرانيا بشكل عاجل وفعال، لا سيما إذ نشهد ارتفاعا حادا في أسعار الغذاء والسلع، خاصة بما في ذلك في العديد من الدول المدرجة على جدول أعمال المجلس. ختاما، يجب أن لا نألو جهدا لإنهاء النزاع والأزمة الإنسانية المستمرة عبر الدبلوماسية، والإمارات العربية المتحدة سوف تدعم أي مبادرة في هذا الإطار. هذا وتسلط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الأضواء على إقليم دونباس الذي تسعى موسكو لفرض سيطرتها الكاملة عليه، حيث يحظى الإقليم الواقع جنوب شرقي أوكرانيا بأهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 40 عنصرا من القوات الأوكرانية وتدمير آليات عسكرية بصواريخ عالية الدقة. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إن حصيلة الأهداف والمنشآت التي استهدفتها القوات الروسية في أوكرانيا خلال الليلة الماضية شملت تدمير 7 آليات عسكرية وإسقاط 6 طائرات مسيرة واعتراض صاروخين في منطقة دونيتسك. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن من موسكو مراسل أكسترا نيوز الزميل حسين مشيك. حسين، يعني بعد التحية نتحدث أن روسيا تدخل في مرحلة جديدة من العملية العسكرية في أوكرانيا وتركز الآن على الشرق أو على دونباس، إذن ما هي أهداف روسيا في هذه المرحلة وما الذي تريد تحقيقه حسين؟ نعم، مساء الخير. أعاد الرئيس بوتين منذ قليل وتعهد بإرجاع روسيا
السلام والأمن إلى منطقة دونباس، كما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مسألة أو مأساة منطقة دونباس أي من خلال القصف العشوائي الأوكراني على سكان منطقة دونباس طيلة الفترة السابقة منذ 8 سنوات أجبرت روسيا على إعلان عملية على شن عملية عسكرية خاصة لتحرير هذه المنطقة من القوميين الأوكرانيين. أيضا بوتين تعهد باستمرار روسيا بما بدأته أي بإحلال السلام في منطقة دونباس لكي يتم عودة إعادة الحياة إلى طبيعتها وإعادة المدنيون إلى بيوتهم. كما أكد بوتين على أنه بفضل روسيا سيحل السلام في منطقة الشرق الأوكراني وتحديدا في منطقة دونباس. هذا اليوم منذ قليل كان كلام للرئيس بوتين. أما وعن الأهداف الروسية ومن منطقة دونباس تحديدا ومن منطقة الشرق الأوكراني، الأهداف الروسية هي كوضعت من قبل الرئيس بوتين في اليوم الأول للعملية العسكرية في 24 من فبراير الفائت، وضع بوتين الخطوط العريضة أمام القوات الروسية، وهذه الخطوط بدت معلومة لدى الجميع من تحرير منطقة دونباس، وبالإضافة إلى نزع السلاح من كافة المدن الأوكرانية ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو ومنع الحلف من نشر صواريخ وقواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية وأيضا اشتداد النادية من أوكرانيا. وبالمقابل أكد بوتين بأن كل يوم الجانب الأوكراني يماثل في إجراء المفاوضات وفي تقديم التنازلات. روسيا سوف تزيد من مطالبها وتزيد من أهدافها. منطقة الشرق سكانها معظمهم من أصل روسي، وأيضا اللغة السائدة في منطقة الشرق هي اللغة الروسية، بالإضافة إلى أن منطقة الشرق تربط المناطق الدنباس بشبه جزيرة القرم. لهذا السبب روسيا تعمل بالوقت سريع لتحرير هذه المنطقة، وكون أن هذه المنطقة هي تقع على الحدود الروسية، إضافة إلى العديد من الأهداف الأهداف الاقتصادية التي من الممكن أن تحققها روسيا في حال سيطرت القوات. طيب أبدأ معك نعم حسين، أود أن أبدأ معك من النقطة التي يعني يتم تداولها في الوقت الحالي، أن روسيا سلمت أوكرانيا وثيقة أو مسودة وثيقة تتضمن صيغة للوصول إلى اتفاق من نوع ما، وذكرت بأنه الكرة الآن في ملعب كييف. لو لديك أي تفاصيل عن هذه المسودة؟ نعم بالفعل، أعلن ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين عن تسليم روسيا وثيقة مسودة للجانب الأوكراني، والآن الكرة أصبحت في الملعب الأوكراني. لكن هنا حسب اعتقاد الكثير من المحللين والمراقبين الجانب الأوكراني لن يوافق على هذه الوثيقة، كون أن الجانب الأوكراني خرق كافة الاتفاقيات التي تم أو كافة الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات التفاوض، إن كانت حضوريا وإن كانت عبر تقنية الفيديو. أيضا الجانب الأوكراني وتحت الضغط الأمريكي والبريطاني يماطل في إجراء هذه المفاوضات وفي تقديم التنازلات، لأن الجانب الأمريكي والبريطاني يريدون إطالة أمد المعركة العسكرية وإطالة أمد الحرب لاستنزاف الجيش الروسي أكثر وأيضا للضغط. طيب بالحديث حسين، بالحديث عن المفاوضات، ربما لافروف يؤكد أن زيلينسكي هو من بدأ بالتفاوض والآن يغير موقفه تماما، ما الذي تنتقده روسيا الآن في وضع أوكرانيا بالنسبة للتفاوض، وما جديد المباحثات بين الجانبين أو الوفدين الأوكراني والروسي؟ للأسف لا يوجد أي جديد في مسألة المفاوضات بين الطرفين. الجانب الأوكراني منذ اليوم الأول يماطل في إجراء هذه المفاوضات، والجانب الروسي هنا حسب الكلام الروسي طبعا كان يحاول على تقديم بعض المرونة باتجاه المفاوضات لحل الأزمة بالحوار والدبلوماسية عبر اتفاق بين الطرفين ومن أجل إنهاء العملية العسكرية وإنهاء الأزمة في وقت سريع. لكن الجانب الأوكراني لا يريد أن يحل هذه الأزمة، وأيضا لا يريد الاعتراف باستقلالية إقليمي دونيتسك ولوغانسك وباستقلالية أراضي شبه جزيرة القرم. الجانب الأوكراني يريد أن يبحث زيلينسكي مع بوتين
في لقاء خاص امور دونيتسك ولوغانسك وايضا اراضي شبه جزيره القرم، وهذا الامر لم تقبله موسكو ولم تقبله كون ان اراضي شبه جزيره القرم هي اصبحت اراضي روسيه، وهذا الامر معارض ومخالف للقانون الروسي في حال بحث اي مسؤول روسي امر مدينه او منطقه روسيه مع اي مسؤول او مواطن اجنبي اخر. هذا الامر لافروف اكد بان على ان اراضي شبه جزيره القرم هي امر غير قابل للنقاش، وايضا روسيا لن تقبل بموضوع لوغانسك ودونيتسك الا بعد اعتراف اوكرانيا باستقلاليه هذين الاقليمين بحدودهما الاداريه، اي الحدود التي كانوا عليها قبل العام 2014 وقبل اتفاقيات مينسك. أيضا هناك المزيد من المطالب الروسية الجانب الأوكراني لم يوافق عليها لغاية الآن، وهي اشتداد النازية وتغيير في الدستور الأوكراني، لأن روسيا الهدف الأساسي كان من العملية العسكرية هو منع حلف الناتو من الوصول أو من نشر الأسلحة والصواريخ والقواعد العسكرية على الأراضي الأوكرانية، ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو. لكن مع التأكيد زيلينسكي بأن أوكرانيا الآن لا تفكر أو لا تفكر في الانضمام إلى حلف الناتو، بل يوجد مادة في الدستور الأوكراني على تؤكد بأن أوكرانيا ستبحث وستحاول لكي تنضم إلى حلف الناتو، وهذا روسيا ما تريد أن تغيره. وأيضا هناك المزيد من المطالب الروسية بدأت تكثر كل يوم، لأن الجانب الروسي كان واضحا منذ بداية. ولكن حسين، مع كثرة هذه المطالب من الجانب الروسي، موسكو ذكرت بأنها لم تعد تثق أصلا بالمفاوضين الأوكرانيين، وأن من يدير العمليات العسكرية هناك هي الولايات المتحدة الأمريكية والناتو وليس الرئيس الأوكراني بنفسه. نعم، حقيقة هذا الكلام ليس جديد، منذ بداية العملية العسكرية وفي كل الرسائل السابقة كنت أشير وأقول حسب الكلام الذي أسمعه هنا في الداخل الروسي بأن موسكو لا تعول على المفاوضات مع الجانب الأوكراني، لأن موسكو تعلم بشكل مؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحرك زيلينسكي، وأن النظام الأوكراني الحالي هو بمثابة دمية كما تصفه موسكو في يد الولايات المتحدة ويد بريطانيا. والجريمة الأخيرة في مدينة بوتشا هي تدخل مباشر من القوات الخاصة البريطانية. موسكو تعلم بأن الزيارات الأخيرة للمسؤولين الغربيين إلى كييف وأيضا المزيد من إرسال الأسلحة والذخائر إلى كييف، تعلم بشكل أساسي بأن المفاوضات واتفاق بين روسيا وأوكرانيا ليس في الوقت القريب، بل واشنطن وبريطانيا يريدون إطالة هذه المعركة العسكرية وإطالة هذه الحرب. لذلك الآن نسمع كلام هنا أكثر يتجه نحو التصعيد ونحو الميدان والميدان والعسكر، لأن الجانب الروسي اعتقد وتأكد أيضا بأن أوكرانيا لا تريد إجراء مفاوضات ولا تريد تقديم التنازل. طيب، على صعيد آخر حسين، على صعيد آخر، اتهامات الغرب لبوتين مستمرة بارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا، ونتحدث أن كما نقول التصريحات تتصاعد ومستمرة حتى في جلسة مجلس الأمن بالأمس، وتصريحات الغرب الولايات المتحدة أو أوروبا مستمرة بارتكاب روسيا لجرائم وحشية، نتحدث عن بوتشا أو حاليا ما يحدث في ماريوبول. هل هناك أي تقارير أو ردود جديدة من الجانب الروسي على هذه الاتهامات؟ الجانب الروسي منذ البداية هو انتقد هذه الاتهامات وهذه المعلومات الغربية ووضعها في إطار المعلومات أو الكلام الغير عقلاني، ولكن كان الجانب الروسي حسين يقول أنه سيرد بالأدلة على هذه الاتهامات. هل خرجت أي تصريحات جديدة، أي أدلة جديدة على هذا الأمر؟ الأدلة والمستندات التي سوف تكشف عنها روسيا حول حادثة مدينة بوتشا لغاية الآن لم تظهرها وزارة الدفاع الروسية كونها هي الجهة المخولة عن هذه المعلومات، لكن هنا حسب الخبراء طبعا بأن المندوب الروسي لدى المجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا قدم المزيد من المستندات والمستندات
خلال جلسة مجلس الأمن، لكن الدول الغربية لا تريد معرفة الحقيقة، هي فقط تريد أن تشوه وتقدم الصورة المشوهة عن القوات الروسية، بالإضافة إلى تقديم معلومات مضللة عن روسيا. أيضا وزارة الخارجية والوزير لافروف يوم أمس أكد بأن روسيا في صدد الكشف عن المزيد من المستندات التي تؤكد تورط القوات الأوكرانية، وأيضا بدعم مباشر وبتخطيط مباشر من القوات الخاصة البريطانية في حادثة مدينة بوتشا، وأيضا في حادثة محطة القطار في مدينة كراماتورسك. وأيضا روسيا حذرت الجانب الغربي من الاستفزازات الجديدة التي يعمل عليها الآن النظام الأوكراني في العديد من المناطق الأوكرانية، وأكدت روسيا على أن لدى القوات الروسية والجهات المختصة الروسية المزيد من المستندات والمعلومات التي تؤكد تورط الجانب الأوكراني وتورط الأجهزة الأجهزة الاستخبارات الغربية، وتحديدا روسيا بهذا توجه أصابع الاتهام إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية وأجهزة الاستخبارات البريطانية في خصوص هذا الشأن. الجانب الروسي يؤكد بأن الدول الغربية لا تريد أن تسمع الحقيقة ولا تريد أن تعرف الحقيقة، لأنها على علم مسبق بأن الجانب الأوكراني هو المتورط في هذه الجرائم لاستفزاز الجيش الروسي ولتقديم معلومات مشوهة عن القوات الروسية. أيضا تقول موسكو بأن لو القوات الروسية هي من افتعلت جريمة بوتشا، فلماذا تم إخفاء الجثث داخل المدينة؟ فهل كان من الصعب على القوات الروسية بسحب الجثث معهم عندما خرجوا من المدينة؟ أيضا لماذا طالبت روسيا مجلس الأمن بعقد جلسة مرتين، وكانت بريطانيا كونها رئيسة الدورة الحالية كانت ترفض عقد جلسة لمجلس الأمن؟ ثالثا أو عدد من الجثث أو من نعم من الجثث داخل مدينة بوتشا كانوا يضعون إشارة بيضاء على أيديهم، وهذه الإشارة تعني بأن هؤلاء المدنيين كانوا يتعاملون ويتعاونون مع القوات الروسية. روسيا تؤكد بأن لديها المزيد من الأدلة، هناك معلومات منذ بداية منذ بداية هذا الأمر، وروسيا في أكثر من مرة ذكرت بأنه لديها مستندات عن انخراط الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دول أوروبية أخرى بوجود بعض أو انخراطها في مراكز بيولوجية موجودة في أوكرانيا أو ما حدث في مدينة بوتشا، ولكن لا يتم الاعتداد بكل هذه الأدلة. حسين، طيب أتحدث معك عن الجانب الاقتصادي. وفقا لتليغراف البريطانية ذكرت بأنه هناك مساعي لروسيا والصين لإنشاء ما يعرف بالنظام المالي لمنافسة الغرب بعد العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضت على الاقتصاد الروسي. كيف يتم تناول هذا الأمر لديك؟ لأنه بعض الخبراء في بعض الدول الأخرى يتحدثون أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انشقاق في الاقتصاد العالمي. نعم، بالفعل الجانب الروسي صرح منذ بداية الأزمة ومنذ بداية فرض العقوبات على روسيا من قبل الغرب، قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن زمن القطب الواحد قد ولى، وأن الأمريكيان لم يعدوا أسياد العالم. هذا الكلام تم تصنيفه في إطار الكلام الروسي أو الإعلان الروسي عن بداية أقطاب جديدة ستخرج على الساحة الدولية، وتحديدا بعد بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الفائت، كون أن هذه العملية هي ليست بين روسيا وأوكرانيا، هي بين روسيا من جهة والغرب والولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية. أيضا الزيارة الأخيرة للوزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى الصين وإلى الهند بالتأكيد كان هناك نقاش حول الأمور الاقتصادية والتعاملات والاستيراد والتصدير بين روسيا وبين الصين والهند، وشركة غازبروم الروسية أبرمت اتفاق مع الصين على تصدير الغاز من روسيا عبر منغوليا إلى الصين بحدود العام 2023 بحوالي 90 مليار متر مكعب
هذا الاتفاق الذي تم إبرامه بين شركة غاز بروم الروسية من جهة وأيضا بين الشركات الصينية. أيضا الرئيس بوتين اليوم وخلال الاجتماع أكد بوتين على أن الشركات الروسية والشركات الأجنبية سوف تحل مكانة الشركات الغربية التي أقفلت هنا في الداخل الروسي، كما أن الحكومة الروسية بدورها تقوم بالمزيد من الإجراءات الاقتصادية والتحفيزات الاقتصادية لجذب المستثمرين إلى الداخل الروسي. وهنا المستثمرين بالطبع سيكونوا من الهند ومن الصين، كون أن موسكو تعول بشكل كبير على دخول الصين إلى السوق الروسي وأيضا دخول الهند إلى السوق الروسي، بالإضافة إلى العديد من الدول الصديقة التي تضعها روسيا في إطار. طيب في ذات السياق حسين، في ذات السياق واقتصاديا، بوتين يؤكد أن الاقتصاد الروسي صمد أمام هذه العقوبات الغربية، كما يؤكد أيضا على فكرة أن هذه العقوبات أضرت بالغرب وليس بروسيا. ما تفسير الخبراء لديكم على ما يحدث اقتصاديا في روسيا وعلى سبيل المثال استقرار سعر الروبل؟ نعم، حقيقة منذ بداية العملية العسكرية ومع تزامن مع العقوبات الغربية التي فرضت وفي هي في حالة شديدة من العقوبات أو في الاشتداء قمة العقوبات الغربية على روسيا، هنا لم يتغير الاقتصاد الروسي ولم يتأثر بالشكل الذي يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام الأجنبية وفي الدول الغربية. نعم هناك الآن تضرر الاقتصاد الروسي بعض الشيء من العقوبات، يوجد ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأيضا انقطاع لبعض المواد التي كانت تستورد من الخارج، بالإضافة إلى إطفال الشركات الغربية وهروب الماركات إن صح التعبير بعض الطبقة الرأسمالية أو طبقة رجال الأعمال هنا في روسيا، غادروا الأراضي الروسية بعد إطفال الشركات الغربية هنا وبعد إطفال الشركات والماركات العالمية. أما وبالنسبة للاقتصاد الروسي، نعم لغاية الآن الاقتصاد الروسي استطاع التغلب على العقوبات الغربية، ودليلا على ذلك هو ارتفاع العملة الروسية الروبل أمام العملة الأجنبية. اليوم العملة الروسية أصبحت 74 روبل تساوي 1 دولار، هذا أكثر مما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير. وأيضا الجانب الروسي يعول على ارتفاع العملة الروسية أكثر مع تحديدا مع بداية الدول الأوروبية في شراء الغاز بالروبل، وهناك كلام وخيارات تدرسها الآن روسيا في تحويل صادراتها مدفوعات صادراتها إلى العملة الروسية الروبل. في حال تم تحويل مدفوعات الصادرات الروسية إلى الروبل، هذا الأمر سيعزز من قوة ومن قدرة العملة الروسية الروبل، إضافة إلى أنه سوف يدخل المزيد من العملة الأجنبية إلى الداخل الروسي. أيضا هنا الحكومة الروسية أكدت على أن الاقتصاد الروسي سوف يتكيف مع هذه العقوبات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وأيضا أكدت على أن الاقتصاد الروسي تغلب على العقوبات الغربية نظرا إلى الموارد الطبيعية والمعدنية التي يتمتع بها الاقتصاد الروسي والتي تساعده في الاعتماد على. كيف سيتم التكيف مع العقوبات يا حسين؟ ما الخطط التي تم وضعها من أجل التكيف طبعا مع هذا الكم الكبير من الخسائر سواء على الأرض ميدانيا على الجانبين طبعا أو حتى اقتصاديا؟ لأنه بطبيعة الحال حتى لو أنت ذكرت حسين بأنه لم تتأثر بالشكل الكبير روسيا، ولكن هناك تأثر، يعني نتحدث هنا عن عقوبات شملت الاقتصاد، الرياضة، الفن، كل نواحي الحياة تقريبا. نعم، لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الاقتصاد الروسي تأثر من العقوبات الغربية، وبوتين وأيضا الحكومة الروسية والمسؤولون هنا في الداخل الروسي جميعهم يؤكدون بأن الاقتصاد الروسي تأثر من العقوبات، لكن التأثر أو حجم التأثر هو ليس بالحجم الذي يتم التصريح عنه والكلام عنه في وسائل الإعلام الأجنبية وفي الدول الغربية.
أما وعن تأثر الاقتصاد الروسي، بالتأكيد الاقتصاد تأثر من هذه العقوبات، وأيضا الحكومة الروسية تقوم وتدرس المزيد من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة هذه العقوبات. وهنا بوتين في كافة الاجتماعات التي مع الحكومة الروسية، مع أعضاء الحكومة الروسية، بوتين يطلب من الحكومة ومن الوزراء بضرورة تفعيل وتسريع الإجراءات الاقتصادية للوقوف أكثر إلى جانب المواطن الروسي في وجه العقوبات الغربية. الآن هنا اليوم ومن كلام بوتين، بعض الشركات من الدول الصديقة بالفعل بدأت تسجل طلبات للسماح لها بالدخول إلى الأسواق الروسية لكي تحل مكانة الأسواق الغربية التي أكثرت هنا في الداخل الروسي. هذا أولا. ثانيا، الحكومة الروسية عملت على إجراءات اقتصادية. هناك أسواق بدأت تنشئها الحكومة الروسية لبيع مواد الغذائية بأسعار الجملة، وسوف تدعم الحكومة الروسية أسعار هذه المواد. وأيضا الحكومة أكدت على أنه سيكون هناك مزيد من الخصومات على أسعار على المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن الروسي بشكل يومي. أيضا بعد كلام عمدة موسكو سيرجي سبيانين حول إمكانية فقدان أكثر من 200,000 موظف عملهم بسبب إقفال الشركات الغربية في الداخل الروسي، الحكومة الروسية اعتمدت خطة مساعدة بقيمة 3.6 مليار روبل لمساعدة الموظفين في حال تم إيقاف دفع رواتبهم، لأنه كما أكد سبيان على أن الشركات الأجنبية لا زالت لغاية الآن تدفع الرواتب للموظفين الروس الذين كانوا يعملون داخل الشركات. في حال تم وقف الرواتب لهؤلاء الموظفين، الحكومة الروسية ستقدم مبالغ مالية لهؤلاء الموظفين، وأيضا الحكومة الروسية بالمقابل تدرس خيار تأمين هذه الشركات في حال تم إيقاف الرواتب وفي حال تم تأميم الشركات الروسية في الخارج. أيضا العديد من الدول الصديقة والشركات الدول الصديقة كما تصنفها موسكو بدأت بالفعل بالطلب للدخول إلى الأسواق الروسية. وهنا الجانب الروسي ورجال الأعمال الروس بدأوا باستبدال المنتوجات الأجنبية بمصنوعات داخلية محلية الصنع. نعم حسين، من خلال نعم. وصلت الفكرة. بشكرك على وجودك معنا زميلنا حسين مشيك، كنت معنا من موسكو.
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القصف الروسي في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا آخذ في الازدياد، لكن القوات الأوكرانية أعاقت تقدمه فضلا عن تحديات أخرى. وذكرت الوزارة في تقرير استخباراتي أن روسيا تواصل زيادة قصفها وضرباتها على حظ مراقبة دونباس مع صد الأوكرانيين العديد من محاولات التقدم من قبل القوات الروسية. وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن المحاولات الروسية للتقدم تأثرت بالتحديات البيئية واللوجستية والتقنية، إلى جانب مرونة القوات المسلحة الأوكرانية ذات الدوافع العالية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن بصدد الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار بعد أقل من أسبوع من الإعلان عن حزمة مماثلة وبالقيمة نفسها. كما نقلت شبكة CNN عن ثلاثة مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن أن تفاصيل الحزمة الجديدة لا تزال قيد الإعداد. من جانبها أوضحت NBC نيوز أن المساعدات الجديدة يتوقع أن تتضمن المزيد من أسلحة المدفعية وعشرات الآلاف من القذائف لمساعدة كييف في صد القوات الروسية، خاصة مع تصاعد القتال في شرق أوكرانيا. أعلنت النرويج أنها تبرعت بنحو 100 صاروخ دفاع جوي من طراز مسترال لأوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع النرويجية أن الأسلحة تم شحنها بالفعل، ويأتي تحرك النرويج في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومات الغربية بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف دعما لها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري ميدفيديف إن محاولات توسع ناتو بالقرب من الحدود الروسية ليست مجرد كلام، داعيا إلى الاستعداد إلى أي أعمال عدوانية. كما دعا خلال اجتماع لهيئة مجلس رئاسة العلوم إلى ضرورة الاستعداد لتلك الأعمال العدوانية التي قد تحدث من خلال بناء نظام يتيح تزويد البلاد بأحدث الأسلحة، ومضيفا أن ذلك يتطلب معدات قوية ذات تقنية عالية يمكن الاعتماد عليها للاستخدام العسكري. كما أشار ميدفيديف إلى أن الغرب يشن حربا اقتصادية ضد روسيا، لكنه أكد أنه لن ينجح في عزل روسيا عن العالم والدول الأخرى. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة مدفعية ثقيلة. وأشار ترودو خلال مؤتمر صحفي إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالأسلحة خلال الأيام المقبلة، معلنا أن عملية التسليم تتم بناء على طلب من كييف. في ماريوبول الجنوبية أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أن بلادها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا بشأن عمل ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول المحاصرة اليوم الأربعاء. كما قالت المسؤولة الأوكرانية إنه بالنظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في ماريوبول ستكون هذه المنطقة هي التي ستتركز الجهود عليها اليوم. من جهته وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في ماريوبول بالصعب للغاية، وقال إن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لسكان المدينة ولم ترد على اقتراح تبادل الأسرى، متهما القوات الروسية بقتل المدنيين الأوكرانيين عمدا واستهداف المباني السكنية والبنية الأساسية واستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليا.
للمزيد ينضم إلينا من كييف الزميل محمد الزاوي. محمد، بعد التحية، آخر التفاصيل المتعلقة بما وصلت إليه المباحثات بين الرئيس الأوكراني وأيضا رئيس المجلس الأوروبي في كييف. تحية لكما. ربما نشهد اليوم 56 لهذه الحرب، طبعا تتركز المراكز الصراع الرئيسية في المنطقة الشرقية، طبعا مع استهداف روسي للعديد من البلدات والمدن الواقعة في مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك. وفق آخر التصريحات لهيئة الأركان الأوكرانية، تم صد نحو 7 هجمات كبرى للقوات الروسية خلال اليوم الأخير، ووفق ما ذكر الجيش الأوكراني فهو أوقف أي تقدم للجيش الروسي في المدن الكبرى. الرئاسة الأوكرانية ذكرت قبل نحو ساعة من الآن بأن الجيش الأوكراني أيضا صد هجوما كبيرا على مدينة سلافيانسك، وهي واحدة من المدن الكبرى والرئيسية التي تهدف القوات الروسية إلى السيطرة عليها في إطار ما يسمى بمعركة الدنباس الكبرى. في جانب آخر وفي المنطقة الجنوبية، يبدو أن التركيز الروسي بات منحصرا بشكل رئيسي على منطقة نيكولايف انطلاقا من خرسون. خلال الساعات الماضية كثفت القوات الروسية قصفها على أهداف عسكرية ومدنية وفق ما تقول السلطات المحلية هناك. إلى جانب ذلك، تبقى منطقة خاركيف وبلداتها ومدنها يعني مركز أيضا لصراع حقيقي بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. تحاول القوات الروسية المحافظة على سيطرتها لتلك البلدات التي تمكنت ربما من السيطرة عليها فعليا، خاصة أنه هناك حديث تقريبا عن حصار جزئي ربما لمدينة خاركيف، وهي مدينة استراتيجية طبعا قد تمكن الجانب الروسي من منع الامدادات للقوات الاوكرانيه في مناطق الشرق. وهل روسيا متقدمه في خاركييف محمد؟ هي في الاساس طبعا التقدم موجود في بعض البلدات في ضواحي مدينه خاركييف، خاصه في مدينه ايزيوم. مدينه ايزيوم كما تعرفون تقع في اتجاه الدنباس، وهي طريق رئيسي ربما في عملية التمويل للجيش الأوكراني وحتى للقوات الروسية المتواجدة هناك. السيطرة في داخل طبعا المدينة تنفي السلطات المحلية، وعمدة المدينة في آخر تصريحاته قال بأنه مدينة خاركيف لا زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وبأنه القوات الأوكرانية تعمل على شن هجمات معاكسة لاسترجاع ربما بعض الأماكن التي سيطر عليها الجيش الروسي. تقريبا بالمختصر يمكن القول بأن أكثر الآن المناطق صراعا هي مناطق لوهانسك، دونيتسك، خاركيف وكذلك ميكولايف. إذا تحدثتم ربما عن الجانب الإنساني طيب قبل الحديث عن الجانب الإنساني محمد، إذا تحدثنا عن ما يحدث في الشرق أو ما يحدث في دونباس تحديدا، هل العوامل هناك ترجح الكفة الروسية لسيطرة روسيا على هذه المنطقة؟ طبعا القراءات هنا تختلف باعتبار أنه ربما السيناريو الذي حدث في العاصمة الأوكرانية كييف وفي كبرى المدن بات يعطي ربما بعضا من ربما الأمل للجانب الأوكراني ولكن المعطيات ربما مختلفة محمد، ما حدث في كييف أو في العاصمة مختلف عما يحدث الآن في دونباس، وهذا ربما ما يفسره المحللون بأنه مختلف ويرجح الكفة الروسية أكثر. طبعا الآن بات للجانب الروسي الدونباس هدف رئيسي وضرورة يعني السيطرة عليه باتت ربما مركز الاهتمام الروسي الآن. إذا تحدثنا طبعا عن عملية الحشد الكبيرة وعن التعامل مع الوضع الراهن، فروسيا لديها مخطط يبدو أنه واضح وتتعامل معه بتأني هذه المرة، باعتبار أنها تأخذ في الحسبان قوة الجيش الأوكراني. ربما الأخطاء التي ارتكبتها القوات الروسية كما يقول العديد من الخبراء هنا في المناطق الأخرى من أوكرانيا الآن تريد أن تتلافاها هنا في الدنباس من خلال ربما سيناريو جديد، ولذلك
فدخولها في معركة الدنباس لم يكن بتلك القوة الكاملة، وإنما بدأت ربما ترسل بعض القوات لاستنباط ربما أي نقاط ضعف القوات الأوكرانية من أجل، ولكن على ما يبدو هناك بعض العراقيل في دونباس تواجهها القوات الروسية مثل التحديات البيئية واللوجستية وأيضا التقنية كما ذكرت بعض التقارير البريطانية. طبعا هي نفس ربما التحديات التي واجهتها في هجومها الأول على العاصمة الأوكرانية كييف، وتبقى تعليق الكثير من الخبراء مشكل الإمدادات هو مشكل رئيسي بالنسبة للقوات القوات الروسية عفوا في تلك المنطقة، بالإضافة طبعا إلى العوامل الأخرى، العوامل الجوية، خاصة أنه لا زالت درجات الحرارة يعني في متناقصة وتشكل ربما الأرضية غير الصلبة بتلك المنطقة عامل آخر قد يؤثر على تقدم القوات الروسية. إلى جانب ذلك، دائما نشير إلى ما يميز القوات الأوكرانية في الدنباس عن غيرها من القوات. يقول الخبراء إن القوات الأوكرانية المتواجدة في مقاطعتي لوهانسك ودوناتسيا الأكثر تمرسا والأكثر خبرة، وكان لها الوقت ربما للتحضير أيضا لهذه العملية، لأنه كان متوقع دائما أن القوات الروسية ستهاجم الدنباس. لذلك الحرب هذه مفتوحة على كل الاحتمالات، وطبعا الهدف للجانب الأوكراني هو المحافظة على الجانب. ماذا عن ماريوبول؟ لأنه الأنباء الآن تتحدث وبشكل كبير وتركز على ماريوبول المحاصرة، وبأنه موسكو أعطت مهلة أو حددت مهلة للجانب الأوكراني لوقف القتال هناك. شواهدك على ما يحدث في الوقت الحالي في ماريوبول؟ نعم، بالنسبة لماريوبول هي حجر الزاوية في قمة دنباس، وعدم سقوطها لحد الساعة بات يشكل إرهاصا كبيرا للقوات الروسية، وربما سيعيق عملية السيطرة على الدنباس في رماتها. لحد الآن التقارير، طبعا التقارير الإنسانية هي تقارير جد كارثية، وضع إنساني، انهيار تام للبنى التحتية وغياب كامل للمؤونة. ربما ما يفتح الأمل اليوم هو هذا الممر الإنساني الذي اتفق عليه الجانبان لإخراج الأطفال والنساء وكذلك كبار السن والمرضى. هناك دعوات من رئيس بلدية ماريوبول لجميع السكان بضرورة استغلال هذا الظرف وهذا الاتفاق من أجل إخراج قواتهم. طبعا بالنسبة للمعارك، ما زالت الوحدات الأوكرانية المتمركزة هناك، وحدات أزوف واللواء 36 التابع للبحرية الأوكرانية، يرفضون الاستسلام رغم أن الجانب الروسي قد قدم يوم أمس مهلة ثانية. هناك تحذيرات من أن روسيا ستسوي هذا المصنع، مصنع أزوفستال، بالأرض من خلال تطبيق ربما سياسة الأرض المحروقة وفق ما يصفها البعض، واستخدام ربما أسلحة وقنابل تدميرية هائلة من أجل القضاء على المقاتلين الأوكرانيين. الأنباء متضاربة، لكن هناك فيديوهات نشرتها هذه الوحدات الأوكرانية المتمركزة هناك أظهرت بأنه القتال لا زال مستمرا. المنطقة الصناعية في الأساس محاصرة من قوات شيشانية انفصالية وقوات روسية على مدار. طيب هل هناك أنباء دقيقة محمد عن مصنع أزوفستال تحديدا والذي ربما يعرف بحصن ماريوبول؟ طبعا وهو المركز الرئيسي الآن لتمركز هذه القوات الأوكرانية. صعوبته تكمن بأنه يحتوي على دهاليز كبيرة، ويعني التحصن به يعني هو منذ الفترة السوفيتية، وهي منطقة معقدة جدا في منطقة ماريوبول. لذلك ربما وجدت القوات الروسية صعوبة في دخولها، خاصة مع الكمائن الكبيرة التي يعمل عليها أو تعمل عليها القوات الأوكرانية هناك. لحد الساعة المعارك هناك مستمرة، هناك قصف جوي روسي مكثف وفق ما يذكر الجانب الأوكراني. المخابرات الأوكرانية، جهاز الأمن، تحدث عن أن هناك مخطط لضرب منطقة أزوفستال بقنابل تدميرية تبلغ نحو 3 أطنان وفق تقريره الأخير. يعني نحن
أمام معركة فاصلة في الحقيقة. صحيح. وسقوط هذه المدينة بات قوسين قاب قوسين. طيب ونحن نتحدث عن معركة فاصلة محمد، روسيا سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن أيضا صيغة معينة للوصول إلى اتفاق، وذكرت بأنه الكرة الآن في ملعب كييف. هل هناك أي تحفظات، أي ردود أفعال في الداخل الأوكراني عن هذه الوثيقة حتى الآن؟ لحد الآن ما يتم ذكره في جانب المفاوضات هو التصريح الذي أورده اليوم كبير المفاوضين الأوكرانيين ومستشار الرئاسة الأوكرانية، قال بأنه يتم العمل على مسودة الضمانات الأمنية ضمن فريق المفاوضات بين الجانبين، وقال بأنه هم قريبون من التوصل إلى صيغة مناسبة فيما يتعلق بقضية الضمانات الأمنية. هذا ما ذكره الجانب الأوكراني. حتى الساعة لم ترد هناك تعليقات على ما ذكره الجانب الروسي بهذا الخصوص، لكن هناك تأكيد من الواضح أنه ستكون هناك وثيقتين، وثيقة تتعلق تربط بين أوكرانيا وروسيا وعدد من الدول ضمن الضمانات الأمنية، ووثيقة ثنائية بين الجانبين الأوكراني وكذلك الروسي ضمن فريق التفاوض. هذا طبعا كله متعلق بالمفاوضات التي ربما هي مرتبطة وستكون مرتبطة في الأساس بما سيكون على الأرض خاصة في المنطقة الشرقية، لأنها هي من ستدفع المفاوضات أو من ستوقفها بالتأكيد ما يقول الكثير. طيب محمد، أنتقل معك على صعيد آخر. ربما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا بالأمس إلى هدنة لمدة 4 أيام، ربما تبدأ من غدا الخميس، والسماح في هذه الهدنة بفتح الممرات الإنسانية. لو تضعنا في تفاصيل هذه الهدنة وأيضا ما جديد الممرات الإنسانية وعمل الممرات الإنسانية في أوكرانيا. طبعا كما تعلمين أن الممرات الإنسانية توقفت على مدار 3 أيام الماضية بسبب الخلافات بين الجانبين والاتهامات طبعا المتبادلة لكل طرف بالمسؤولية عن توقف هذه المسألة. بالنسبة هناك ترحيب أوكراني في الحقيقة للدعوات الأممية بهدنة وفتح المزيد ممرات من الممرات الإنسانية بمناسبة عيد الفصح خلال ربما 3 أيام المقبلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولكن هل سيتم الالتزام بها في ظل هذه الاتهامات بين الجانبين؟ طبعا تصعب المعارك الدائرة وتصعب انطلاق هذا المرحلة الثانية من الحرب في إقليم الدنباس من كل هذا الأمر، ولحد الآن يبدو أنه ليس هناك تجاوب كبير مع المطلب الأممي. ربما خلال الساعات القادمة تظهر الجديد، لكن لحد الساعة لا يوجد هناك تجانب أو تجاوب أو إمكانية أن تطبق على أمر الواقع. هناك صعوبات كبيرة جدا الآن في المنطقة الشرقية، الآن معارك تدور ومعارك على أعلى مستوى، وحتى أنها لم تدخل مرحلة الذروة باعتبار أن القوات الروسية المتمركزة على الحدود الأوكرانية لم تدخل كلها بعد إلى الأراضي الأوكرانية من أجل البدء في هذه المعركة. هناك معارك لكنها يبدو أنها لم تبلغ الذروة، وهذا ما يصعب ربما عمليات الإجزاء للمدنيين. الدعوات ما زالت مستمرة دولية وأممية، يرغب أو ربما يأمل الكثيرون في أوكرانيا أن تكون هناك هدنة على الأقل خلال الأيام المقبلة. طب محمد، أنت ذكرت بأنه أي مفاوضات يعني قادمة أو مقبلة هي مرتبطة بالأرض أو ما يحدث ميدانيا وبالأخص في الناحية الشرقية التي يشتد فيها النزاعات والمعارك. قراءتك محمد، هل الجانب الأوكراني على استعداد لتقديم أي تنازلات الفترة المقبلة؟ طبعا ما تحدده معركة الدنباس وما يحدده صمود الجيش الأوكراني في تلك المنطقة ربما هو ما يحدد صيغة المفاوضات بين الجانبين. إذا عدنا إلى الوراء قليلا إلى الأسابيع الأولى، فالمعارك التي جرت في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدن تشيرنيف وسومي وخاركيف هي ربما من فرضت الواقع أو الواقع الميداني، هو من فرض على الجانبين التجاوب، لأنه دخلت روسيا بمطالب كبيرة جدا منذ بداية هذه الحرب بضرورة نزع سلاح الجيش الأوكراني، بالقضاء على يعني على ما تسميه من النازيين، وعلى تغيير النظام في كييف.
لكن صمود القوات الأوكرانية وعدم تمكن القوات الروسية من ربما سيطرة كبيرة على الأراضي الأوكرانية هو ما دفعها إلى التراجع عن بعض هذه المطالب، وبقيت الآن محصورة في مسألتي عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. الآن الكثيرون والقراءات هنا تتعدد باتجاه ربما هدف واحد، وأنه أهمية أن تقف القوات الأوكرانية، هذه الرؤية الأوكرانية التي أتحدث عنها، إذا تمكنت القوات الأوكرانية من الصمود في مناطق الدنباس فإن هذا الأمر سيؤهلها ربما للتفاوض من موقع قوة مع القوات الروسية، لكن انهيار القوات الأوكرانية في الدنباس فإنه ربما قد يضع أي أمل لإمكانية ربما التوصل بين الجانبين، وقد تدفع من خلاله أوكرانيا ثمنا كبيرا من خلال تضييع المزيد من الأراضي ومن خلال ربما سياسيا من خلال التراجع أمام الجانب. شكرا لك زميلنا محمد الزاوي، كنت معنا من كييف. مستمرين مع حضراتكم، ولمزيد أيضا من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الآن الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز من برلين. عربي، يعني بعد تحية شولتس أو المستشار الألماني أولاف شولتس يعد ربما أوكرانيا بتقديم المزيد من الأسلحة، وفي هذا الصدد ربما قال إنه طلب من قطاع الأسلحة أو صناعة الأسلحة بإخباره بالمواد التي يمكن توريدها في المستقبل القريب. ألا يتعارض هذا عربي مع أزمة الأسلحة والموجودة حاليا في ألمانيا؟ بالطبع هناك أزمة لفي تسليح الجيش الألماني. حسب التقارير النهائية التي خرجت في جميع الصحف الألمانية في شهر يناير الماضي، أن عملية التسليح للجيش الألماني هي يعني قادرة على التحرك بنسبة 77% فقط داخل الجيش الألماني. ولكن أولاف شولز صرح في المؤتمر الصحفي بأن ألمانيا سوف تقوم بتوريد أسلحة إلى الجانب الأوكراني، ولكن عن طريق شركات السلاح. ألمانيا خصصت 1 مليار يورو لدعم أوكرانيا في مجال السلاح، ولكن ليس من مخزون الجيش الألماني. أولاف شولز قال أن الجيش الألماني تحديداً كل الكميات من الأسلحة الموجودة لدى الجيش الألماني الآن لا يوجد فائض لدى الجيش الألماني لتسليمه تحديداً إلى الجانب الأوكراني. وقال أن الحكومة الألمانية وأولاف شولز شخصياً على تواصل مع شركات السلاح الألمانية، وقام بتوجيه سؤال لهم وخطابات بين الحكومة الألمانية وشركات السلاح عن الكميات المتوفرة الآن لدى الشركات السلاح الألمانية، ولكن السؤال هل هي أسلحة ثقيلة أم أسلحة خفيفة؟ حقيقة كلمات المستشار الألماني أولاف شولز هو أكد بالأمس أيضا أكثر من مرة، ودي كانت تصريحات نهائية لي بالأمس بعد الضغط الكبير حتى هنا في ألمانيا لتوريد أسلحة ثقيلة دبابات وطائرات وما إلى ذلك للجانب الأوكراني، أكد أيضا بالأمس ولكنها سوف تكون أسلحة غير ثقيلة. المستشار الألماني كان يقصد ربما يعني دروع وخوز واقية ومناظير رؤية ليلية ومدافع رشاشة وأسلحة شخصية وما إلى ذلك، ولكن دبابات مثل ليوبارد التي تطالب بها أوكرانيا دائما هي أفضل دبابة ربما في العالم من الإنتاج الألماني ولدى الجيش الألماني، وهي الدبابات دبابة ليوبارد الكميات الموجودة لدى الجيش الألماني تستخدم في قوات الردع السريع التابعة تحديدا لحلف الناتو. لذلك أولاف شولز أكد أن الكميات من الأسلحة الثقيلة التي لدى الجيش الألماني لا يمكننا التصرف فيها لأنها مملوكة للجيش الألماني ومملوكة أيضا تعتبر في خدمة حلف الناتو ولا توجد كميات فائضة لتوريدها. طيب عربي، في هذا الإطار على يعني البعض يقول بأنه المستشار الألماني متمسك بتسليم أوكرانيا أسلحة قديمة من الحقبة السوفيتية المخزنة أصلا في دول أوروبا الشرقية، البعض يتساءل لماذا أسلحة سوفيتية عربي؟ الحقيقة خلود هذه النقطة الأساسية هنا اللي بتتناقش فيها أيضاً وسائل الإعلام الألمانية والسياسيين الألمان. السبب الرئيسي حتى يعلم الجميع سبب الأسلحة السوفيتية حتى من ألمانيا والتشيك ودول الاتحاد الأوروبي أن الجندي الأوكراني، أوكرانيا كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي عندما تم تفكيك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وتفكك إلى تقريباً 15 أو 16 دولة، كانت أوكرانيا من هذه الدول، والجيش الأوكراني لديه خبرة كبيرة بالأسلحة السوفيتية القديمة، لذلك إذا تعطلت هذه الأسلحة يمكن للجندي الأوكراني سريعاً أن يقوم بإصلاح هذه الكميات من الأسلحة السوفيتية، ولكن إذا ذهبت دبابة ليوبارد أو الأسلحة المتقدمة الألمانية أو الفرنسية أو حتى الأمريكية المتقدمة جداً لدى الجيش
الأوكراني وتعطلت نتيجة أي سبب من الأسباب، سيكون صعب جدا على الجيش الأوكراني والجندي الأوكراني التعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة بشكل كبير، لدرجة أن الجندي الألماني هنا الذي يتطرب على الأسلحة الألمانية والدبابات الألمانية ربما يحتاج سنوات طويلة حتى يستطيع الاستفادة من القوة الكاملة لهذه الدبابات الألمانية. لذلك ده كان السبب الرئيسي حسب أيضا الحكومة الألمانية. المواطن الأوكراني يستطيع التعامل مع الأسلحة السوفيتية بشكل سريع، وهناك بالفعل كميات من الأسلحة التي تسلبتها أوكرانيا من التشيك مثل المدرعات BMP-1 بعد أن حصلت التشيك على تصريح من الحكومة الألمانية، لأن هذه الكميات الموجودة في التشيك ملك الحكومة الألمانية. هذه أيضا كميات من الأسلحة السوفيتية. هناك بعض المدرعات BMP-1 تم تعطيلها بالفعل في أوكرانيا نتيجة الحرب، واستلمتها التشيك مرة أخرى حتى تستطيع تصليحها، وحتى عملية التصليح تجري أيضا على الأراضي الأوكرانية. ولكن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستمرين في تسليم على سبيل المثال T-72 وهي دبابة، وأيضا الدبابة T-64، وحتى نظام S-300 للإنذار المبكر، هو أيضا نظام سوفيتي من الحقبة السوفيتية تم تسليمه إلى الجانب الأوكراني. ده السبب الرئيسي أن أوكرانيا تكون أدرى على تصليح هذه المعدات إذا تم تخريبها أو تعطلها. وضح السبب هنا عربي. طيب أنتقل معك لنقطة أخرى، وأن بالأمس ربما وافقت المفوضية الأوروبية على خطة ألمانية قيمتها ربما تصل ل 20 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من العملية العسكرية في أوكرانيا. هل لديك مزيد من التفاصيل عن هذه الخطة؟ الحقيقة الخطة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية مرتبطة أيضا بألمانيا ومرتبطة بالاتحاد الأوروبي بشكل كامل. كانت هناك خطة قديمة خاصة بفيروس كورونا وتأثير فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية على الشركات الأوروبية، وتم دعمها بالفعل. وهناك مرحلة جديدة خاصة بالتداعيات نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة لدى الشركات وأيضا ارتفاع أسعار المواد الخام. لأن المفوضية الأوروبية رأت أن على سبيل المثال في ألمانيا هناك 27% من الشركات الألمانية هددت بإشهار الإفلاس والإغلاق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام، والشركات أصبحت غير قادرة على مواكبة السوق هنا في ألمانيا وفي العالم بشكل كامل. لذلك ارتأت المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية بدفع كل هذه الكميات للشركات الألمانية والشركات الأوروبية أيضا حتى تستطيع الصمود أمام ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام. طيب عربي، أعود معك مرة أخرى لنقطة تسليم كييف مزيد من الأسلحة، وكما ذكرت آية بأنه المستشار الألماني قال بأنه كييف سوف تتسلم الفترة المقبلة المزيد من الأسلحة، ليس من مخزون القوات المسلحة الألمانية، ولكن سيتم شراء أسلحة لصالح أوكرانيا. لأي مدى هذا القرار يحظى بقبول داخل الأوساط الألمانية، خصوصا أنه ألمانيا حالها كحال كل الدول الأوروبية تعاني من التضخم وارتفاع الأسعار؟ الحقيقة خلود أنا هنا من أمام المكتب المستشار الألماني أولاف شولز، وأمامي على بعد أمتار أيضا البرلمان الألماني البوندستاج، يفصلنا شارع واحد. الحقيقة داخل البرلمان الألماني البوندستاج هنا كل السياسيين تقريبا حتى سياسيين الحزب الاشتراكي الألماني وهو حزب المستشار الألماني أولاف شولز يضغطون الآن على المستشار بضرورة تسليم أسلحة ثقيلة وليس فقط تخصيص أموال. قالوا هنا في البرلمان الألماني البوندستاج تخصيص مليار يورو إلى الجانب الأوكراني لشراء أسلحة، هذا أمر جيد ولكن ينقصنا الآن تسليم أسلحة بشكل سريع. حتى رئيس لجنة العلاقات الخارجية أساد روث داخل البرلمان الألماني البوندستاج هنا طالب قبل دقائق بضرورة دعم أوكرانيا بشكل سريع، ليس فقط من ألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي بالأسلحة الثقيلة، ليس فقط بالأموال، لأن ألمانيا طبعا نتيجة الضغط الاقتصادي كما أشرتي كل هذه الأموال تخرج من الجانب الألماني، ولكن الحكومة الألمانية أعلنت أن لديها أموالا كافية رغم كل هذا الضغط الاقتصادي نتيجة القوة الاقتصادية الألمانية، ما زالت قادرة على الوقوف على قدميها وترى أن ضخ الأموال هو الحل الوحيد. يعني أولاف شولز رغم كل هذه الضغوطات من الشارع الألماني والحكومة الألمانية لضرورة مساعدة أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، ما زال يرى ومصمم على رأيه تحديدا المستشار الألماني بضرورة عدم ضخ أسلحة ثقيلة على الأراضي الأوكرانية، لأنه حتى كمان إلى جانب عملية التصليح اللي بنتكلم فيها الأسلحة السوفيتية، المستشار الألماني خائف إذا تم تسليم أسلحة ثقيلة للجانب الأوكراني متقدمة تكنولوجيا سوف تندلع حرب عالمية ثالثة داخل في العالم وأيضا داخل الاتحاد الأوروبي نتيجة استخدام كل هذه الأسلحة، ويرى أيضا أن هذه الأسلحة سوف يتم تدميرها على الأراضي الأوكرانية رغم أنها غالية الثمن بشكل كبير. بعض الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا تتعدى ربما المليارات من اليوروهات، وهو يرى أن عملية غير مجدية. وفي تصريح مهم أيضا خلود قال المستشار الألماني أولاف شولز، قال أن ألمانيا لن تمضي بمفردها في المستقبل، كان خطأ كبيرا
التصرفات الألمانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، التصريحات الألمانية بشكل منفرد عن الأسلحة. الآن عملية توريد الأسلحة للجانب الأوكراني من ألمانيا سوف تتم بالمشاركة مع دول الاتحاد الأوروبي والحلفاء وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. سيكون هناك اتفاقات عربي قصدك؟ بشكل منفرد. هيكون في اتفاقات فيما يتعلق بتوريد الأسلحة؟ بالتأكيد سوف يكون هناك اتفاق دائم. بالتأكيد خلود، لن نصرح مرة أخرى من جانب واحد من جانبنا هنا من ألمانيا أننا سنورد ذلك وذلك، ولكننا سوف نتفق في البداية مع الحلفاء حتى يتم توريد الكميات المطلوبة من الجانب الأوكراني. طيب عربي، على ذكرك منذ قليل لارتفاع أسعار الطاقة أو ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا، وهنا نتحدث عن خطة ألمانيا للتخلي عن الغاز أو الطاقة الروسية في غضون الأشهر أو السنوات القادمة، هل بدأت خطوات ألمانيا في تحقيق هذه الخطة، خطة التخلي عن الغاز الروسي أو الطاقة الروسية؟ الحقيقة الخطوة الوحيدة التي تعمل عليها ألمانيا الآن وبعض دول الاتحاد الأوروبي هي المحطات العائمة لتسييل الغاز، لأن ألمانيا لا يوجد لألمانيا محطات ثابتة لتسييل الغاز الذي سيأتي من بعض الدول العربية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى في الغرب. ألمانيا الآن تعمل على خطة واحدة وهي تأجير محطات لتسييل الغاز سوف تكون في شمال ألمانيا في البحر لتسييل الكميات التي ستأتي. هناك أربع محطات ألمانيا تبنيهم الآن، قبل بتأجيرهم وتثبيتهم في شمال ألمانيا بتقريبا 2 مليار و500 مليون يورو، دي كمية الأموال التي ستدفع وزارة المالية الألمانية، وهذه المحطات سوف تستأجرها ألمانيا لمدة 10 سنوات كاملة حتى تستطيع في هذه المدة بناء محطات ثابتة ملك الحكومة الألمانية. دي الخطة اللي ألمانيا بتعمل عليها الآن لي في محاولة للاستقلال على الغاز الروسي بأسرع وقت ممكن، ولكن التوقعات ربما ألمانيا ستستمر في شراء الغاز لمدة. عربي أنت تسمعنا جيدا؟ طيب أنا أسمعك جيدا. ونحن نتحدث عن خطة ألمانيا للتخلي عن الغاز الروسي، كان هناك مباحثات بين الجانب الألماني والنرويج ومد خط أنابيب للهيدروجين الأخضر وأيضا الغاز، إلى أين وصلت هذه المباحثات لو يمكن القول؟ الحقيقة خلود هي دي أيضا هي دي نقطة تانية من الخطة الألمانية، يعني الخطة الألمانية لإيجاد مصادر أخرى للطاقة هنا في ألمانيا، الهيدروجين الأخضر الذي سوف يأتي عن طريق النرويج، لأن النرويج أيضا تمد للاتحاد الأوروبي بكميات من الغاز ولكن كميات قليلة ليس مثل الجانب الروسي. فألمانيا الآن تعمل على محورين، هو محور المحطات العائمة لتسييل الغاز ومحور الهيدروجين الأخضر الذي سوف يأتي من الجانب النرويجي في المستقبل، وهم يعملون أيضا على هذا المشروع. ولكن الأزمة الآن داخل الحكومة الألمانية أن حتى المعلومات التي تخرج عن كل هذه الأمور معلومات قليلة جدا وشحيحة، وطبعا عملية يعني بسبب الحرب يجب أن تبقى المعلومات سرية إلى حد ما. حتى خبر الأربع محطات العائمة لتسييل الغاز، يعني الحكومة الألمانية كانت شغالة على هذا الأمر ربما منذ بدء العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، ولكن هذا الخبر خرج تقريبا قبل أيام قليلة فقط. طيب عربي، مع دخول روسيا لمرحلة جديدة في الأراضي الأوكرانية أو في العملية العسكرية في أوكرانيا وهي مرحلة الهجوم على شرق أوكرانيا أو تحديدا دونباس، هنا المستشار الألماني يدين بشكل كبير جدا هذه المرحلة وهذا الهجوم على دونباس، هل هناك أي تصريحات جديدة من المستشار الألماني في هذا الصدد أو في سياق ضرورة التوصل لمفاوضات بين الجانبين خصوصا أن هذه المفاوضات متوقفة في هذه الأثناء؟ الأزمة هنا آية أن المستشار الألماني أولاف شولز من مكتبه هنا هو دايما يندد فقط بهذه العمليات العسكرية، لذلك الطلبات الآن الضغط من الجانب الآخر، الضغط من السياسيين الألمان والضغط من البرلمان الألماني البوندستاغ بضرورة توريد أسلحة ثقيلة. المستشار الألماني يأخذ هذه الخطوة بضرورة تسليم أسلحة ثقيلة إلى الجيش الأوكراني حتى يستطيع الجيش الأوكراني التصدي للهجمات التي تأتي من شرق أوكرانيا من الجيش الروسي تحديدا والفصليين. إذن عربي الردود الآن تأتي في شكل الدعم والمساعدة العسكرية أو حتى المساعدة الإنسانية؟ بالطبع المساعدة الإنسانية، ولكن الدعم العسكري. الجميع هنا في ألمانيا يطالب المستشار الألماني أولاف شولز بسرعة تسليم أسلحة ثقيلة. هنا السياسيين الألمان حتى من الحزب الاشتراكي يطالبون أولاف شولز بتسليم دبابات وصواريخ بشكل سريع، ولكن تحديدا دبابات ومدافع. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت ربما بالأمس أو أول أمس عن تسليم مدافع، وأيضا هولندا أعلنت عن تسليم مدافع إلى الجانب الأوكراني، ولكن أوكرانيا لديها طلب محدد سواء من ألمانيا أو من العالم، تحتاج إلى دبابات متقدمة مثل الدبابة ليوبارد الألمانية، وأوكرانيا الحكومة الأوكرانية تركز تحديدا على الدبابة ليوبارد لأن أحدث دبابة في العالم هي دبابة مقاتلة ملك الجيش الألماني وتنتجها شركة راين ميتال لصناعة التسليح هنا في ألمانيا، وهي دبابة متقدمة جدا. أوكرانيا تحتاج 100
دبابة من الدبابات ليو برضو، لكن هذا صعب جدا لأن الجيش الألماني لا يملك ربما سوى 200 دبابة فقط، ولا يستطيع الجيش الألماني تقديم كل هذه الدبابات إلى الجانب الأوكراني بشكل سريع. وأوكرانيا لديها أزمة أن تصنيع كل هذه الكمية من الدبابات ربما يأتي بعد شهور وربما عام حتى تستطيع شركات السلاح الألمانية تسليمها إلى أوكرانيا. وفي هذه الأثناء العملية العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا ربما ستنتهي إذا لم يكن هناك سلاح ثقيل كافي للجيش الأوكراني. سوف تسيطر روسيا بالطبع على شرق أوكرانيا بشكل كامل، لذلك هناك صراع دائم الآن بين أوكرانيا وألمانيا وأوكرانيا ودول الغربية بشكل كامل على سرعة تسليم السلاح. وقالوا إذا أردتوا تسليم السلاح الثقيل لنا الدبابات على سبيل المثال بعد شهر، يعني بعد شهر روسيا لن تنتظر شهرا في حربها، بعد أيام قليلة ستتسلم الجزء الشرقي بالكامل وتسيطر عليه، لذلك هم يحتاجون كل هذه الأسلحة الثقيلة خلال أيام قليلة حتى يتم التصدي للقوات الروسية في الشرق. ولكن أولاف شولز بالأمس أعلنها لن يتم تسليم أسلحة ثقيلة. والسؤال الذي وجهه لشركات السلاح الألمانية حول الأسلحة الخفيفة فقط حتى الآن، ولكن ربما ستأتي مدافع من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من الجانب الهولندي إلى أوكرانيا، ولكن حسب السلطات الأوكرانية كل هذا لن يكفي للتصدي إلى القوات الروسية في شرق أوكرانيا. طيب أتحدث هنا معك عن الوضع الاقتصادي، مدى تكيف المواطن الألماني على ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، اختفاء بعض السلع والمنتجات، وأيضا تحديد حصص معينة لكل مواطن. لو تصف لنا أيضا عملية الشراء في الوقت الحالي. الحقيقة حسب اتحادات متاجر التجزئة هنا وكل المعادلة الاقتصادية خلود، الأسعار المرتفعة الآن في ألمانيا لن تعود مرة أخرى إلى الأرقام الطبيعية قبل الحرب الأوكرانية الروسية، سواء في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي أو في العالم بشكل كامل. هذه الأسعار ستستمر على هذا المنوال في الارتفاع، وحسب تحليلات اقتصادية هنا أيضا حسب الشركات الألمانية 88% من الشركات الألمانية أعلنت عن رفع الأسعار خلال الثلاثة أشهر القادمة وربما حتى نهاية العام. هناك موجة ثالثة لأي زيادة في الأسعار عربي؟ بالطبع نحن نتوقع هنا في ألمانيا وحتى المعادلة الاقتصادية موجة أخرى وموجة ثالثة ورابعة وخامسة حتى نهاية هذا العام. ستكون هناك موجات متفرقة. على مستوى الغاز تحديدا هناك أزمة، شركات الطاقة الألمانية أعلنت تحديدا مساء الأمس عن زيادة قدرها 35% كرسوم على الغاز لدى المستهلك الألماني ستأتي في الفترة القادمة. شركات الغاز الألمانية قالت أنها أرسلت بالفعل خطابات إلى المستهلكين الألمان حتى يستطيعون التكيف مع كل هذه الأسعار، وقلنا لهم أن خلال الفترة القادمة 35% من الأسعار سوف ترتفع. وعلى كل مواطن ألماني الآن هناك دعوات، مواطن ألماني ربما يدفع بين 150 و200 يورو شهريا إلى الغاز الآن، ولكن نهاية العام هناك فاتورة أخرى، إذا كان استخدم أكثر من ذلك يجب أن يدفع الكمية الزائدة التي استخدمها. لذلك هناك دعوات على كل مواطن وكل أسرة الآن في ألمانيا أن تقوم بتوفير شهريا ما بين 100 إلى 200 يورو، لأنه بالتأكيد كل أسرة في ألمانيا ستحتاج نهاية العام الجاري إلى دفع ما بين 2000 و3000 يورو زيادة استخدام للغاز نتيجة ارتفاع الأسعار. فكل الناس دلوقتي في ألمانيا والمواطن الألماني يحاول فعلا التوفير حتى يستطيع سداد هذه الفاتورة في نهاية العام، 3000 يوروهات زيادة عن الفاتورة الاعتيادية، ده رقم كبير جدا الحقيقة. ولكن هي دي الأزمة، الأسعار ارتفعت بنسبة 35%. زميلي عربي مرزوق كنت معنا من برلين، شكرا لك. هذا وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن وحلفائها ستواصل مواجهة تهديدات روسيا. وخلال كلمته أمام مجلس العموم البريطاني أكد جونسون أن الخطر قادم على شرق أوكرانيا ولا مفر من ذلك. إن أصدقائنا الأوكرانيين يحاربون من أجل بلادهم ويحققون أفضل النتائج في القرن 21 في التصدي للهجوم الروسي على كييف، وأود أن أعبر عن إعجابي بشجاعتهم وبسالتهم. افترض بوتين بكل غطرسة بأنه سوف يقوم بالسيطرة على أوكرانيا ببساطة، والآن نرى كيف دباباته تتناثر في أطراف العاصمة الأوكرانية، والأمر الذي يزيد من درجة إخفاقه.
لقد استطاع الأوكرانيون من خلال شن هجمات مضادة بأن يدفعوا بوتين لسحب قواته من كافة منطقة كييف. بريطانيا وحلفائنا من الدول التي قدمت بعض المعونات العسكرية، لكن التضحية الأوكرانية هي التي أنقذت العاصمة. مدى الحاجة الملحة لما نراه من خلال عمليات تجمع القوات الروسية الآن في دونباس، نعلم أن الخطر آت لا محالة، وأنني أرحب التصريحات التي جاءت من ألمانيا ومن المستشار الألماني شولز حول كيفية تقديم الأسلحة التي أوكرانيا بحاجة إليها للتصدي لهجوم بوتين. وفي 12 من أبريل كنت قد أطلعت رئيس بايدن عن زيارتي إلى كييف، وكيف لنا أن نعمل على تعزيز دعمنا للرئيس زيلينسكي. وأعتقد أن هدفنا طويل الأمد هو أن نعمل على تحصين أوكرانيا إلى درجة يتعذر على روسيا، ولن تستطع من خلالها أن تتجرأ على مهاجمة أوكرانيا. أكدت وزارة الخارجية النمساوية أن طرد موظفي سفارتها من روسيا لم يكن مفاجأة، معربة عن أسفها لهذا القرار الذي وصفته بغير المبرر الذي اتخذته موسكو. وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية أن موظفي السفارة النمساوية في موسكو يؤدون وظائفهم في إطار اتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية. كان القرار الروسي بطرد الدبلوماسيين النمساويين قد جاء ردا على طرد النمسا لأربعة دبلوماسيين روس قبل أسابيع قليلة بسبب تهمة التخابر. وذكرت وكالة بلومبرغ أن إيطاليا سترفض شروط روسيا حول سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إليها بالروبل إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك انتهاكا للعقوبات المفروضة على روسيا. كما أوضحت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي أشار بعد التقييم الأولي إلى أن شروط الدفع الروسية بالروبل تشكل انتهاكا واضحا للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو. كما أشارت الوكالة إلى أن السلطات الإيطالية تنتظر بروكسل لاستكمال مراجعتها القانونية قبل اتخاذ أي إجراء. ارتفعت شحنات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا وعبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لألمانيا، بينما استقرت التدفقات المتجهة شرقا إلى بولندا. وأظهرت بيانات من شركة TSO Airstream السلوفاكية أن المخصصات اليومية الإسمية من شحنات الغاز الروسية إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا زادت أيضا. وقالت شركة غاز بروم الروسية المنتجة للغاز اليوم الأربعاء أنها ستواصل ضخ الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا، ما يتسق مع الطلبيات من المستهلكين الأوروبيين. هذا وارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام نظيرتها الأوروبية والأمريكية، وجرى تداول الدولار أدنى مستوى 79 روبل. كما تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 78 روبل و14 كوبيك، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 84 روبل و15 كوبيك. قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن استخدام العملات الرقمية لا يسمح للدول أو الشركات أو الأفراد بالتهرب بشكل كبير من العقوبات الدولية مثل تلك التي تفرضها الدول الغربية على روسيا. وأشارت في كلمة لها خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أنه ليست هناك دلائل قوية على أنه يمكن استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، مؤكدة أن النظام المالي ما زال لديه دور مهم ليؤديها. تشهد آفاق الاقتصاد العالمي انتكاسة حادة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي أحدث تلك الانتكاسات خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2022 و2023. المزيد في هذا العرض مع الزميل أحمد أبو زيد. ضربة وراء أخرى يتلقاها الاقتصاد العالمي، تارة بسبب تداعيات وتأثيرات أزمة كورونا، وجديد هذه التداعيات والمستجدات كانت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفق أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، فقد خفضت مؤسسات دولية مختلفة لتوقعاتها فيما يخص بيئة الاقتصاد العالمي والنمو فيها. فقد خفض صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسب كانت ما بين 0.8% و 20% في عامي 2022 و2023 على الترتيب. أوضح صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أيضا
أن ينخفض النمو العالمي إلى 3.3% على المدى المتوسط، فيما ستظل معدلات التوظيف والإنتاج عادة أقل من معدلات ما قبل الجائحة حتى عام 2026. عز التقرير انخفاض التقديرات إلى حد كبير بسبب تداعيات وتأثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي قال إنها تسببت في انتكاسة شديدة للتعافي العالمي، فضلا عن تباطؤ في النمو وزيادة في معدلات التضخم بشكل ملحوظ. وبالرغم من التوقعات السابقة الصادرة في شهر يناير الماضي، والتي رجحت تعافي الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من هذا العام بعد تأثير قصير الأمد لمتحور أوميكرون الشهير، إلا أنه ومنذ ذلك الحين فقد تدهورت التوقعات بصورة أكبر بسبب بالطبع تأثيرات الأزمة الأوكرانية التي تسببت بدورها في ارتفاع في أسعار السلع الغذائية عالميا. يضاف إلى هذه التداعيات الاقتصادية التي عاناها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تسببت عمليات الإغلاق المتكررة واسعة النطاق في أغلبها في عدد من دول العالم إلى إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي وإحداث ما عرف باختناقات سلاسل التوريد العالمية. كما تسببت ضغوط ارتفاع الأسعار إلى تشديد العديد من الدول لسياساتها النقدية كما تابعتم. توقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم مرتفعا لفترة أطول مما كانت عليه في توقعاته السابقة، مدفوعة بارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية بسبب تأثيرات العملية العسكرية الروسية وضغوط الأسعار، مرجحة تسجيل التضخم 5.7% في الاقتصادات المتقدمة ونحو 8.7% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بزيادة قدرت ب 1.8% و 2.8% عما كان متوقعا أصلا في شهر يناير الماضي. ينظر إلى حجم التداعيات المرتبطة بهذه العملية العسكرية الروسية على أنها تداعيات وخيمة على مختلف الأصعدة، لكن التداعيات السلبية التي عاناها الجميع وربما من المرجح أن يعانيها خلال المرحلة المقبلة هي التداعيات الاقتصادية التي انعكست وبالضرورة على تداعيات اجتماعية في كل إن لم تكن كل دول العالم. في ختام هذه التغطية نذكر حضراتكم أنه لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، وأيضا تحميل تطبيق Extra News من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. وشكر موصول من الزميلة خلود زهران ومن يعي لطفي لحضراتكم. شكرا وإلى اللقاء.